السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي وانت بتكتب المقالة بتاعتك او الكتاب، ممكن يكون عندك بعض الاسترشادات او بعض المراجع اللي انت بتستدل بيها في المكان دوت. فممكن تعمل سيلكت هنا وتقول له انا عايز احط فوت نوت، فهو هيبدأ يحط لك فوت نوت هنا، وليكن مثلا بيم اريبيا، وعندك مثلا مرجع تاني هنا هتقول له انا عايز اضيف فوت نوت، فتقول له مثلا كايل اكس واي مثلا وهكذا، فتبدأ تحط المراجع بتاعتك. طيب لو انت عندك اند نوت عايز حاجة تحطها بقى في اخر كتاب خالص، تقول له انسيرت اند نوت، وتروح حاطط له مثلا دي مثلا جامعة القاهرة. مثلا تمام، وتصلح بقى الكلمة لو في اي مشاكل وهكذا. فانت عندك ان انت تقدر تحط الاند بوينت والفوت نوت. هو دلوقتي ما ينفعش تكتب او تضيف، لان انت اصلا عامل سيلكت على الاند نوت، لازم تيجي في الكتابة العادية وتقول له انا عايز اضيف فوت نوت او اند نوت.